تلقينا بحزن شديد وبألم بالغ نباء ديال وفاة واحد الشاب من شباب مدينة إنسكان للأخ ديالو صديق ديالنا سي هشام سي المام الله يرحمه برحمة الله. شاب من الشباب اللي الأسرة ديالو تكبدت العناء باش يقرأ باش يحصل على شواهد من الجامعة المغربية وأنه يكتب لي القدر التحق بالمعهد الملكي للشرطة بصفوف إدارة الأمن الوطني كحلم يراود العديد من شبان المغرب. تلقينا بالأمس خبر في ساعة متأخرة ديال الوفاة ديالو نتيجة طعنة بسكين من شاب متهور كان الهدف منه التدخل لفض النزاع بين شابين كان في حالة تناول أقراص مهلوسة فوقع ما وقع بقدر من الله سبحانه وتعالى. سي المامون رحمه الله ابن مدينة إنسكان توفي بين يدي رب كريم ولكن ترك أسرة مكلومة، أسرة علقت الحلم ديالها على ابن كعيرها من الأسر المغربية اللي في الأوساط الشعبية أنه يتخرج يولي ضابط يولي محامي يولي قاضي يولي طبيب يولي مهندس، أنه يحاول غير على الأقل ينتشر راسه ويوضع واحد المستوى اجتماعي اللي يقدر يعاون به نفسه ويعاون به الأسرة ديالو، لكن ذلك لم يكتب. كذلك هذه الواقعة تربطنا بواقعة شرطي الدار البيضاء اللي كان يتفانى في أداء عمله وتبع واحد الدراجة النارية عليها فتاتين، ما عرف مولاها علاش ما باش يوقف واش ما عنده الوراق، لأن يكون عنده الوراق راه مخالفة كغيرها من المخالفات، إمتى تلو يوقف إلى ويدير الرجل الأمن خدمته حتى هو يعطيه الوثائق ديالو، ولكن عدم الامتثال يعني أن هذا السيد ربما ارتكب جريمة، ربما أنه اختطف إحدى الفتاتين، ربما وربما هذا الشيء اللي ذهب في الذهن ديال هذا الشرطي، فوقع ما وقع، فوجدنا شرطيا كذلك في السجن. واحد في المقبرة لنحاول تدخل في الحي ديالهم رغم أنه جاء في عطلة ديال العيد، وواحد مشي يدي رحمه الله واحد مشي يدي الواجب ديالو بتفاني فإذا وجد نفسه في السجن. إذا ما هو السؤال؟ ما هو المشكل؟ هل المشكل في رجل الأمن اللي دخل باش يدير الواجب ديالو؟ تنهضر على الدراجي، والمشكل في رجل الأمن ضابط الأمن اللي خصو يتدخل وقت ما كان شي حاجة من شأنها تهديد حياة الآخرين ولو أنه كان خارج الخدمة، أو في الأسرة المغربية اللي ما استطاعتش تربي الأبناء ديالنا، أم تلك الأشباح وتلك الأشباح الشريرة والخفافيش الظلام كما أقول وكما أسميها اللي تتربص بالأبناء ديالنا باش تبيع لهم المخدرات في المدارس في الشارع في الأزقة في الأحياء، وما هي وما أدراك ما المخدرات؟ مخدرات حبوب الهلوسة القرقوبي بهذا المعنى. إذن شكون المسؤول؟ المسؤول نقولوا التراخي في الأمن إنسكان كبرت إنسكان بوحدها راه خصها تكون عمالة، عاد تكون عمالة تيتملول وعمالة الشارع الجهادية وعمالة حتى طرست تبارك الله حي كبير ما تلاتش أنه تكفيه واحد كوميسارية مفوضة ضد الأمن فيها جوج ولا جوج دوائر. هذا الشيء راه خاص الناس اللي سيسهروا على الأمن يوقفوا على هذا المعطى، يوقفوا على ضرورة توفير العدد الكافي من رجال الأمن لمواجهة الجريمة. الجريمة تتطور والجريمة أصبحت خطيرة لأن هناك شبان يرتكبوها لها دون معرفة لماذا يرتكبوها نتيجة أنه تكون تحت ضغط المخدرات. أطفال متهورين معطيهم الدراجة النارية يتساروا يبرسطوا عباد الله يهزوا بعضياتهم يهربوا من البوليس بحالة يلعبوا معاه، هذا الشيء خطير. مسؤولية المدرسة كذلك الأساتذة والمدير المؤسسة والقيمين المدرسيين أنهم يبلغوا على المحيط المؤسسة الناس التي يحاولوا أنهم يجروا الأبناء ديالنا للإدمان، والأسر اللي تشري الدراجات النارية ترقب ولادها، والمدير المؤسسة يدير الإحصاء ديال عدد الدراجات النارية اللي عنده في المؤسسة، لأن المسؤولية ديال الأمن مسؤوليتنا جميعا، ماشي مسؤولية ديال الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطة المحلية أو مختلف الأجهزة الأمنية. وبالتالي فإنني أقول الوضع بعمالة إنسكان أيت ملول يستدعي ضخ العديد ومزيدا من رجال الأمن ورجال السلطة اللي يمكنهم أنهم يبشروا العمل ديالهم يكونوا قريبا. ثانيا المقاربة الأمنية بوحدها راه ما كافياش، تنوجه النداء ديالي للأسر المغربية، تنوجه النداء ديالي لداري لأن حولنا خايفين على أولادنا داخل المديور ديالنا حتى هما تيخرجوا تيحتكوا في المدرسة في الشارع،
إذن هادشي تيند. نجيو الوضع الصحي الكارثي بعمالة إنزكار يتملون، وما أدراك ما عمالة إنزكار يتملون، وكان الله في عون من هم في هذه العمالة ومن يباشرون عملهم في هذه العمالة. راه عمالة إنزكار كما قلت لكم أنا راه إلا هي خاصة ولاية أكادير خاص يكون فيها على الأقل واحد ربعة د العمالات ولا خمسة د العمالات، وخاص على الأقل يكونوا فيها واحد ربعة ديال المستشفيات كبيرة. وفين هو المستشفى الجامعي؟ وفين هو ضخ مستشفى إنزكار بالأطر الطبية والصحية؟ راه كما كنا تنعرفوهم اللي كنا تنقراو في عبد الله بن ياسين، أنا قريت في إنزكار، أنا ولد شيرة، نص الحياه ديال دوزتها في نزكان ونص الحياه ديال دوزتها في نزكان مع ولاد نزكان في شارع المدارس. لي زيرجونس اللي تنعرفو راه هو نفس المكان، نفس الفرملي ولا طبيب جات يخدم بالليل بالنهار. ما هذا العبث؟ انا نقول العبث. وهذه انا اوجه ندائي هنا السيد وزير الصحه كما وجهته سابقا نداء السيد وزير الداخليه السيد فتيت، انهم يشوفوا الوضع الامني والوضع اللي تتعمل فيه الاجهزه الامنيه ليل نهار باش ممكنلاش تغطي جميع الاحياء، خاصه اننا تنعرفوا اننا تنعيشوا واحد الوضع اللي تطور فيه الجريمه. ونجد كذلك الوضع الصحي كما قلت انه السي وزير الصحه خاص ينتبه الناس اللي معينين لنا. راه ما كاينش كفاءه طبيه، ما كاينش اطر طبيه، ما كاينش الفرامليه، ما كاينش ادويه، ما كاين حتى مكان الاستقبالات. اللهم ان هذا منكر. راه 90% ديال الحالات الوفاه تتموت نتيجه الاهمال، والاهمال يترتب عنه مسؤوليه الدوله. واش مساله اللي هي اساسيه على السؤال ديالكم، لو انه تدخلوا فعلا اولا بعد اولا لكل كتاب الله سبحانه وتعالى جعل لكل منا اجل، جعل له اجلا وجعل له كتابا في اللوح المحفوظ كي تتزاد بندم، ولو كنتم في بروج مشيده لادرتكم الموت، لو كنتم في بروج مشيده لادرككم الموت. هذا من جهه، ولكن من جهه كذلك راه الاهمال يؤدي الى الموت. راه وجود نزيف حد وعدم التدخل بشكل مستعجل للحد دون ان لحبس هذا النزيف والحد دون ان تكون مضاعفات راه سيؤدي الى الموت. لذلك اتقوا الله الناس اللي قائمين على الصحه في هذا الوطن، وشكرا.